بس قبل ما نبدأ طبعا لازم نرحب بشيفتنا الجميلة الشيف وردة عامر. ازيك يا شيف؟ الحمد لله يا وحشتينا. وانتوا كمان. عاملة ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله. قولي لي بقى هتعملي ايه النهاردة؟ عندنا رز بالتفاح. ايوه. وعندنا شيش طاووق. وعندنا سلطة زبادي بالبدنجان والزبيب. سلطة زبادي بالبدنجان والزبيب والفلفل الألوان والخيار. والرز بإيه؟ والرز بالتفاح. انت ايه انت بتجيب لنا افتكاسات غريبه كده. ايوه ما هو ممكن يكون المشاهدين مش ما سمعوش عنها قبل كده. ماما ينفع رز بالتفاح؟ انا ينفع. اختراعاتك. طبعا. امال ايه؟ طب قولي الطريقه ازاي بقى لست البيت اللي بتتابع. بنجيب كوبايتين رز ومعاهم 3 كوبايات ميه، وبنجيب تفاحتين واتنين، واحده فلفل اصفر وواحده احمر، وبنضربهم في الكبه نفرمهم، وبعدين بناخد الرز على النار تقليبه ونحط معاه التفاح والفلفل اللي احنا فرمناه والميه تغلي ونحطه عليها. بس يتشرب نوطي عليه رز. هتدوقه دلوقتي اللي هو بقى طريقه الرز العاديه يعني. بس هي الفكره كلها التفاح. التفاح التفاح ومعاه الفلفل الالوان. التكات بتاعتك بتاعت الشيف وردة عامر. وعندنا سلطه الزبادي بالبدنجان. كيلو زبادي ونص كيلو بدنجان مقلي متقطع مكعبات ومقلي، ومعانا نص كوبايه زبيب، ومعانا فلفلايه حمراء وفلفلايه صفراء وخيارتين. بنقطعهم ونحط كل ده في قلب الزبادي بس. حلوة. والشيش طاووق بقى بتاعي انا بعمله من غير سياخ. من غير سياخ؟ من غير سياخ. بتبله توم وسماق والبردقوش الاخضر. بردقوش اخضر. وروزماري اخضر. وزعتر وبابريكا. كل ده بتتبلي بيه؟ كل ده بتبل بيه الفراخ. ومعاهم ربع كوبايه زيت زيتون. طب معلش سريعا تاني، ايه التتبيله؟ توم. ايوه. سماق. ايوه. بردقوش، يعني اللي يحب يحط. انا بحب احط البردقوش والروزماري. والروزماري. وعندنا زعتر وبابريكا. ونحط معاهم ربع كوبايه زيت زيتون. ده على الكيلو. وبنسيبهم ساعتين او اكتر زي ما احنا عايزين. الفراخ تتبل ما فيش مشكله لو قعدت كتير يعني. حلو. بس وفلفل الوان بيتقطع مكعبات، ومعاه بصلتين برضو متقطعين مكعبات، وبنشويهم على النار ونتبلهم. واحنا بنشويهم على النار نتبلهم، نحط معاهم فلفل وزعتر وروزماري برضو نقطفه ونحطه، واحنا بنشوي الخضار ده نحط معاه التتبيلات وملح وفلفل، يوم هتطلع ريحته حلوه. والشيش طاووق بقى انا بشويه لوحده، بعدين برجع احطه على الخضار اللي انا شويته ده بس، وياخد تقليب وخلاص. وبالف هنا وشفا. تسلم ايدك. وانا ملاحظ كمان ان انت البتنجان انت مقطعه مكعبات صغيره. مكعبات صح؟ صغيره. وعشان هيبقى معاه زبيب بقى عامل وخيار. كده زي البطاطس اللي هي المكعبات الصغيره انت. ايوه. ده اللي هيتحط بقى ده اللي هيتحط في البتنجان. هيتحط في كيلو الزبادي ده. في الزبادي. ايوه. الزبادي ده جواه ايه؟ جواه زبيب. انا بحب احط معاه زبيب من بدري. علشان الزبيب والزبادي ياخدوا طعم بعض. طيب اعزائي المشاهدين، احنا طبعا قلنا في حلقات قبل كده الفوائد بتاعه الزبيب اللي هو كان معمول برضو في رز. النهارده الملفت برضو اللي هو رز بالتفاح على طريقه الشيف ورده عامر. فهنقول النهارده فوائد الاكلات كلها معروف بمعانيها، ملهاش معنى معين او معنى غريب، بس هننتهز فرصه ان معانا ايتم التفاح وهنقول فوائده ايه. فالتفاح بيفيد المعده وعلاج الام المفاصل، وبيصلح الكبد، وبينقي الدم من السموم، وبيقوي عضله القلب. التفاح غني بفيتامينات الف وب وجيم، ويحتوي على مواد سكريه وبروتين ومواد دهنيه واحماض واملاح معدنيه مثل الصوديوم والكالسيوم والبوتاسيوم. الفوائد التانية بتاعته بيقوي اللثة والأسنان كويس قوي، بيساعد على الهضم، بيمنع الإمساك، وبيساعد على منع الحموضة. وبالنسبة للحوامل والأجنة بيحافظ على المواليد الجدد من الإصابة بالربو، لأن الواحد بيسمع كتير قوي إن الأمهات بتشتكي إن ابنها أو بنتها بالذات في فصول معينة من السنة بيجي لهم أزمات الربو.
التفاح خير علاج لمسألة الربو، وبيساعد على الوقاية من خطر الإصابة بالسرطان. ربنا يشفي الجميع يا رب إن شاء الله. دي كانت فوائد التفاح بتاعت أكلتنا النهاردة. طيب نقوم بقى نشوف شيفتنا الجميلة الشيف وردة عملت ايه رأيك عشان نتعزم بقى على الأكل بعد الحلقة دي بقى. نخرج بقى من الموت شوية. يلا تفضلوا تفضلوا معايا استاذ محمد. دكتور محمد تعالى اتفضل. الجواهر الجميله دي قول لنا يا وردتنا الجميل. نعم قول لنا عملتي ايه. ها عملنا شيش طاووق. الله الله. تبلناه روزميري وزعتر وبابريكا وزيت زيتون. اجيبه لكم ازاي قولوا لي اللي انتوا عايزينه انا معاكم. اقول تاني ايه اللي انتوا عايزينه كله. طبعا نيجي نسال. طيب احط الاول الاطباق. احط الاطباق. لا 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 لا, لا, لا. انا بحب دايما كده. انتوا الضيوف الضيوف انتوا اهل كرم وانتوا اكيد اكيد انتوا بتعملوا ده في بيت. لما يكون في ضيف هو اللي بيبي وسامع في البيت طبعا. اتفضل. عملنا شيش طاووق زي ما قلت لحضرتك. قبلناه توم وبابريكا وروزماري وزيت زيتون. وتبلناه ساعتين ثلاثه وبعدين شويناه وشوينا الفلفل الاحمر مع الاخضر مع البصل وحطيناه عليه. وعملنا الرز بقى التفاح اللي حضرتك هتدوقه. ده الرز ده هو ظاهره ما فيهوش تفاح بس باطنه. لا ما هو تفاح. مش باين ولكن ما هو محدش بيعرف هو معمول بايه. غير لما بقول تفاحتين فلفلايه حمراء وفلفلايه صفراء بنضربهم في الكبه ونشوحهم مع كوبايتين رز وبعدين نحط عليهم كوبايتين ميه وملح او لو عندنا شوربه ماشي نزوده شوربه وزي الرز العادي بالظبط. تمام. اما بقى السلطه الغنيه قوي دي بقى. ايوه سلطه جامده. كيلو زبادي. كيلو زبادي مع نص كيلو بدنجان بنقطعه مكعبات ونص كوبايه زبيب وفلفلايه حمراء برده وفلفلايه صفراء وخيارتين بنقطع كله والتتبيله بتاعتها بس ملح ونص معلقه ثوم. الله عليك بألف هنا وشفا. الله عليك يا رب يعجبكم الاكل ان شاء الله. طب بناخد ده واروح بيه البيت. لا لا تاخد رز ونسيب السلطه. اتفضلوا. لا وعلى طول لا اتعملوا بعد اذنكم. الله تعالوا الجهاز ده وناكل كده. تعمل بعد لا على طول. طبعا طبعا ده الناس اللي بتشوفنا هتحسبنا. معلش يلا اتفضلوا معاكم. اتفضلوا معانا. لا اتعملوا بجد يعني ايه معقوله انا وصلت لكم الحاجه دليفري ده اكل انا زي اللي بيوصل الشهادات كده. ده اللي بيوصل الشهادات دليفري ده لحد البيت. يلا بقى انتوا بقى اتعملوا افتحوا. لا ده انا هاكل على طول. تسلم ايدك يا شيف. ده الف هنا وشفا. الله يا شيف تسلم. تعاملوا بجد بقى تعاملوا بجد. يعني